قال خفر السواحل الأمريكي أنه جرى انتشال حطام غواصة تايتان السياحية والتي تحطمت بسبب انفجار داخلي أودى بحياة ركابها الخمسة وما يعتقد في أنها بقايا بشرية، وتم نقلهما إلى اليابسة من أجل الفحص. وأضاف خفر السواحل أيضا في هذا الشأن أن سفينة تابعة له ستنقل الأدلة إلى ميناء أمريكي لتحليلها وعرضها على مجلس تحقيق بحري تشكل هذا الأسبوع لإجراء تحقيق رسمي في سبب الحادث الغواصة تايتان التي انفجرت أثناء رحلتها لاستكشاف حطام السفينة تايتانيك.